كن سبب في إدخال السرور على مسلم. قال: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: سرور تدخله على مسلم. تخيل، سرور، فرحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب أنا إزاي أؤدي ليلة القدر إيمان واحتساب عشان يغفر لي ربنا؟ هذه الليلة اعمل فيها كل حاجة ترجو بها ثواب الله، وابعد بها عن كل شيء يوقعك في عقاب الله. سيدتنا عائشة قالت له: يا رسول الله، لو أنا لا أدركت ليلة القدر ماذا أصنع؟ قال: قول اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني. هل كده أنا بقيمت ليلة القدر؟ أنت حققت بمعنى ذلك. تقدر تعفو عن من ظلمك ودي عبادة، تقدر ترد المظالم لغيرك ودي عبادة، تقدر تروح تصلي التراويح ودي عبادة، تقدر في الليلة دي تعتكف في بيتك ودي تبقى عبادة، تقدر تذبح وتكون سبب في إسعاد غيرك دي تبقى عبادة، تقدر توزع الطعام وتطعم الطعام ودي عبادة، قيام لليلة القدر. واحد هيطردوه من شقته ونروح ندفع إيجاره، واحدة محتاجة تجيب لبس الأولاد ويفرحوا زي أولادنا، يعني اجعلوا هذه الليلة ليلة يا عباد الله ننتفع فيها فنفرح فيها بإسعاد الغير. اعطوا فيها ما عندكم ليجود الله فيها عليكم بما عنده. أسعدوا فيها الناس، أطعموا فيها الناس، فرحوا فيها الناس، كونوا أسباب للفرج عن الناس، كونوا فيها عوامل مساعدة عن فك كروب الخلق. ليلة قبول من أدمن الإساءة ليحصل في جزء يسير من الزمن ما فاته من الطاعة. ليلة أراد الله فيها أن يثبت فضله على العصاة ليرفعهم إلى مراقي أهل الله. أما العارفون فلياليهم كلها قدرية. إنا أنزلناه في ليلة القدر، في هذا شرف الله التجلي، وشرف الله المكان، وشرف الله الزمان، وشرف الله الذات التي استقبلت نور المتجلي في ليلة التجلي، فصارت ليلة ذي قدر. القدر ليس من قدر التجلي، إنما كانت ليلة القدر لأنها فيها عظمة المتجلي. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. لماذا قال له وما أدراك؟ إظهار العظمة، إظهار عظمة المتحدث عنه. ليكن على النبي مهمة أن يبرز للناس قيمة ما نزل وعلى من نزل وفي أي ليلة نزل، يستدل بذلك على عظمة النزول والتنزل والمنزل.